سيادتك سمحت للأستاذ الدكتور طبيب الأسنان سمير غطاس ما بين قوسين محمد حمزة، ودي حدوتة، مهم يعني حدوتة ما بين قوسين كده، إنه يقول أصل إيه؟ أنت عارف أستاذ سمير غطاس يعني يحب بتاعه ويعمل كده حركات برضه ظريفة كده يخبط بيها على الترابيزة وبتاعه، وبعدين استشوار يبدأ ينفش منه جو كده، بس مش دي قصة والله، مش برضه ما اقصدش حقك على استاذ سمير في السشوار دي، ملهاش لازم، اقطع السشوار، شيل السشوار من الموضوع، خلينا دلوقتي مش في السشوار. ويعمل التمثيليه اياها دي وبتاع، اصل في فلسطينيين يحملون الجنسيه المصريه، لان استاذ عمرو الحقيقه لم يقل الحق ولا الصواب عندما حاول ان يجمل الامر في اليوم او اليومين اللي بعده. انه يقول اصل تم الاكتزاء والاقتطاع، لا. لا. لا اجتزاء ولا اقتطاع، سمير غطاس قال ما هو نصه. أصل المصريين في فلسطينيين اللي هي كانت فلسطينية وبعدين اتجوزت مصري فخلفت عيال، فالعيال دول بقوا مصريين، فيبقى احنا في كده في عندنا مصريين فلسطينيين موجودين في القطاع. حد كده مظبوط؟ فدول لما بيحبوا يعدوا من المعبر علشان يجوا يحتموا بمصر، فعلشان يعدوا لازم يودوا السفارات بتاعتهم على السفارة المصرية في رام الله، والسفارة المصرية تديها للإسرائيليين عشان يوافقوا عليها. مصر مين اللي مستنية موافقة؟ ومن مين؟ واحد الباسبور بتاعه مصري. مصر هتستنى موافقة من الجن الأزرق، مش من إسرائيل، من الجن الأزرق، عشان تعديه ولا ما تعديهوش؟ مين؟ بلاش. أعطيت هذه الفرصة لضيفك كان كريما أو غير كريم، ما ردتش عليه لي يا أستاذ عمرو، حقك إنك تقوله، وهل لديك ما يؤكد ذلك؟ ده اتهام كبير، تقول ضخم. هل لديك ما يؤكد ذلك؟ يعني أستاذ سمير حضرتك مثلا كنت قاعد هناك في السفارة في رام الله بتستلم أنت الجوازات وبتعمل الكشوفات وتبعتها للإسرائيليين؟ طب أنت ما كنتش قاعد في السفارة في رام الله، حضرتك كنت قاعد هنا في غزة بتلم أنت منهم الجوازات عشان تبعتها للسفارة في رام الله؟ طب ما كنتش قاعد، طب كنت قاعد مع الإسرائيليين بتراجع معهم الكشوفات؟ لا، إلا إذا كنت قاعد على يعني جنب الجماعة الفلسطينيين بتعد معهم واحد واحد من سمح له ومن لم يسمح له من الاحتلال الصهيوني. ده بالنسبة لي مش مفهوم. طب أستاذ عمرو كان لازم تسأله، هل لديك ما يؤكد؟ هل لديك وثيقة؟ هل لديك فيديو مصور؟ هل لديك مصدر مؤكد غير مجهل رسمي يفيد ذلك؟ من أي من الجانبين؟ من أي من الجانبين؟ أستاذ عمرو أنا أتذكر زمان جدا حضرتك قلت مذيع التوك شو الناجح اكيد بدا حياته صحفي. حضرتك دايما تقول انا بدات صحفي في مجله صباح الخير مؤسسه روزا اليوسف، يعني حضرتك صحفي. الصحفي لما يسمع حاجه زي كده استاذ عمرو، وانت راجل بقالك النهارده تقريبا بنتكلم في حوالي 28 سنه بتقدم برامج، ايام برنامج سواري لقاهره اليوم، لا تقعد على الكرسي قدامك الضيف، الضيف لما بيسأله حضرتك سيد العارفين لو عاوز هتعمل كده، هتك قديم وذكي مش الأذكى، ذكي مش أذكى من حد، ذكي جدا كمان. لما سمير غطاس يقول الكلمتين دول تقول له المصدر ايه؟ على عهدة مين الكلام ده؟ فيجي مثلا سمير يقول لك ايه؟ على عهدتي، قول له آسف مفيش حاجة اسمها على عهدة حضرتك، أنا الذي أحاسب يا أستاذ عمرو، يعمل لك كده. هو بيحب دايما يتكلم بلكنة تبدو إن هو فلسطيني عشان يديني إحساس إن هو يعني نضاله صبغ عليه. أستاذ عمرو، بيقول أستاذ عمرو، مش عارف ليه أستاذ عمرو، أستاذ سمير مصري، عمرو ليه؟ معرفش، مش موضوع، حاجة بسيطة بس كده. فأول أستاذ عمرو فإحنا كده اقتنعنا يعني، يا خبر ده سمير غطاس بيقول عمرو، يبقى أكيد كان في المقاومة. سأله قل له المصدر على عهدتي، لا مش على عهدتك، مش في البرنامج، قل له كده لا مش عندي، مش في الحكاية، أنا مش برنامج صغير ولا أنا مذيع صغير، مش كلام من ده، ده كلام خطير
العهدة مين؟ فين؟ إزاي؟ ولا هي على المزاج؟ يعني لما يبقى فيه التقرير اللي موجود في كل حتة بتاع جوردن نيوز اللي قلت لك إنها لسه كنت بقول لكم امبارح ده ولا أول امبارح ده جورنال عبري على موضوع التهجير والنسب ومليون مصري قصدي مليون فلسطيني يجوا يعيشوا في مصر و250 يروحوا العراق ومش عارف فين يروح الأردن وفين يروح تركيا وفين يروح اليمن، فيبقى بنعرض ده على الشاشة باعتبارها وثيقة، وأستاذ سمير جاب لنا الوثيقة التايهة وكأننا ما كناش شايفين مثلا ولا حاجة. لكن لما يبقى في اتهام شديد الخطورة يتحدث عن سيادة الدول وعلاقاتها وحمايتها لمواطنيها وما قلوش طلع لي مصدر ولا وثيقة واحدة تفيد ذلك، ولا هو الشغل بتاع حل أحوش والحواة وأنا معايا البطاقتين ويروح مطلع بطاقتين بتاعت عيلين صالح، الحاجات دي بتتباع على الأرصفة، طباعة على الأرصفة رسمية في لندن. تعال بقى على أستاذ سمير غطاس طبيب الأسنان. أستاذ سمير غطاس جزء من ما يحاول أن يحيط به نفسه بهالة ما بأنه المناضل العتيد العظيم التاريخي الذي سافر والتحق بصفوف المقاومة الفلسطينية تحديدا الجناح المسلح لحركة فتح بعد 77، ويدعي دائما أنه كان صديقا لأبو جهاد خليل الوزير وأنه من ضمن المحاصرين في بيروت. أنا آسف كذاب، حضرتك كنت في حصار بيروت وقت الاجتياح؟ بجد يا راجل؟ طب طلع لي وثيقة واحدة محققة سليمة تفيد أنك كنت في حصار بيروت الاجتياح مع مين؟ ادي لي أسماء الأحياء مش الأموات. مفيش حد حي، لا فيه، لا فيه. حضرتك كنت صديق لأبو خليل لخليل الوزير؟ لم يذكرك خليل الوزير في أي حتة صديق. وهو أنا لما لو أنا افترضنا أن أنا سمير غطاس أنا لما أقعد أقول وكان يمسك البارودة، فلما تقول البارودة فأنت كده مجاهد مناضل وكنت في الحركة وبتاع. طب انا ابويا كان قيادي في الجناح المسلح لحركه فتح، عمره ما قال باروده يا اخي. استاذ سليمان شفيق مد الله في عمره يا استاذ سمير، لا مش كتير يا استاذ سمير، استاذ سليمان شفيق مد الله في عمره وبارك له فيه، عمره ما قال باروده يا اخي. بارودة ايه؟ وانت لما تقول بارودة كلتني؟ وما تقول له يا عمرو كلتني؟ منتدى الشرق الاوسط بيعمل ايه؟ مركز ابحاث، واين اوراقه البحثية عن غزة؟ منتدى الشرق الاوسط اللي بيديره الاستاذ سمير غطاس اللي بيدعي أنه جزء أصيل من المقاومة المسلحة الفلسطينية في حركة فتح. سمير غطاس كان في فتح؟ أو كان في فتح. عنصر مهم؟ لا. عنصر مسلح؟ لا. راجل عرف يوصل لأبو عمار؟ هو عرف يوصل لأبو عمار، وأكم من الناس وصلت لأبو عمار الله يرحمه، وكانوا يحبوا يوصلوا لابو عمار علشان البرادس القرشين، وانت فاهم وما مساله حقيقيه. مهم، ما هو تاني انا ما اقدرش استشهد بناس ماتت، يعني محجوب عمر فاروق يعني مش هنستشهد بناس ماتت الله يرحمه، لكن لسه في احياء. فقولي بس منتدى الشرق الاوسط ده فين أوراقه حول غزة؟ يعني فين الأوراق البحثية والمناقشة؟ أنا ما أعرفش. طب هو منتدى الشرق الأوسط لا يتحدث غير عن سوريا بس ليه؟ ده في أزمات كتير قوي في المنطقة، ده في السودان وفي اليمن وفي الصومال وفي العراق وفي فلسطين وفي ليبيا. إيه؟
غريبة. طيب بلاش. تدريبات منتدى الشرق الأوسط دايما بتتم في تركيا ليه؟ كلاكما لا يحتفى بكلامكم تصريحاتكم إلا على مواقع الإخوان، ده يرضيكوا ده يسعدكوا. طب حاجة أخيرة برضو بالنسبة للأستاذ سيد، هو الفلوس بتاعة منتدى الشرق الأوسط يعني أي جهة أي مركز بحثي أي ثينك تانك بيبقى معروف إنه هناك مجموعة من الرعاة ومجلس الأمناء اللي بيمولوا إلى آخره، مين بقى مجلس الأمناء أو الرعاة؟ الرعاة اللي بيمولوا منتدى الشرق الأوسط اللي بيترأسه ويتعهده بالرعاية وبالإدارة وبالتفكير السيد طبيب الأسنان الأستاذ سمير غطاس. هرجع مرة تانية أستاذ عمرو أديب، حضرتك يا فندم أكيد بتشوف كم الاحتفاء على منصات الإخوان بأي حاجة حضرتك بتقولها، ده ما أثرش حافظتك؟ ما ضايقكش؟ ما حسيتش إن أنت كده وكأنك معول هدم خنجر في ظهر مصر مثلاً؟